أحد أخواتك، إنه بداخل الكمبيوتر ويتحكم في المنزل كله. يجب أن نهزمه في لعبته. لعبة؟ نعم، أتفكر فيما أفكر؟ إيه، نعم. الآن وقعت في أيدينا. تم التحميل. اللعبة انتهت. وجدت هذا. اسمعوا، يمكنني صنع رجل آلي لينظف ولا لا. حسناً، سننظف بأنفسنا. شكراً جزيلاً. ياه، هذه اللعبة صعبة جداً. ليلو، كفاك صراع المومياوات. وقت الواجبات. لا ألعب صراع المومياوات، ألعب ضد ماس. لقد وجدت مكانه المناسب، وهذا كان واجبي. هذا ظلم، لقد خسرت. حسناً، الأيام بيننا. إيجاتا موفيبي. إيجاتا موفيبي. بوكلا، ما هذا الذي تفعله؟ لقد حذرته، الحركة السريعة تثقل التنفس وتبلل الجلد. لهذا يسمونها بطولة. لكنها بطولة لرأس قطع الدومينو. إن هذه هي البطولة الدولية للرأس، وهذا العام أبطال كوكاوا سوف يحملون اللقب. الرقم القياسي يحمله الألمان 100,008، ونحن لم نصل حتى للمائتي ألف، ولا داعي لذكر الثمانية. على ما تضحكون؟ جميع الفرق التي سبق ولعبت معها خسرت، ووفقاً لأبحاثي الخسارة سيئة. فرسان سهام كوكاوا المركز الثامن، ملكات كرة كوكاوا المركز الرابع، و منتخب كوكاوا للبولينج لم يفز أبداً أبداً. هذه المرة سأفوز، 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 سأفوز. سجن المجرة. هل أنت راض عني يا سيد؟ أرضى عنك أنت؟ أنت الذي لم يرضني يوماً؟ التجربة 600، ربما نسخة من 606؟ معلوماتي تشير لأنه لديها جميع قدرات البغيض الأزرق. رائع! إضافة هذه التجربة لمجموعتي ستقربني خطوة من فك أسري من هذا السجن اللعين، وعندئذ سأقوم بانقلاب وأحكم المجرة وأخذ إجازة. سأهرب. هل كل شيء بخير؟ أنا بخير، أنا